الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين. طبعا اللي حاضرين معانا ما كانوش المرة اللي فاتت. إحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عقيدة لاهوت السيد المسيح. المرة دي بنعمة ربنا هنتكلم عن عقيدة سر الثالوث القدوس. أو عقيدة الثالوث القدوس. العقائد اللي بنتكلم فيها ده هي سواء لاهوت السيد المسيح أو عقيدة الثالوث القدوس من العقائد اللي يؤمن بها كل المسيحيين منذ بدء المسيحية، رغم ان في طوائف انشقت او حصل انشقاق في الكنيسة نتج عنه بعض الطوائف اللي منشقة عن الكنيسة الأرثوذكسية، الا ان رغم ان في بعض الاختلافات لكن نيجي عند حاجات معينة الكل يجمع عليها. لاهوت السيد المسيح الكل يؤمن به. عقيدة الثالوث القدوس الكل يؤمن بها، لا خلاف عليها. فكلنا نؤمن أن الله واحد، جوهر واحد، ولكن مثلث الأقانيم. ومن بدء المسيحية ربنا يسوع المسيح قال اذهبوا إلى جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. والقديس يوحنا يقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. فدي عقيدة لا خلاف عليها ولا جدال عليها بين المسيحيين. لكن هنتكلم النهاردة عن شرح هذه العقيدة. طبعا أول مصدر وأهم مصدر بنتعلم منه ونستقي منه العقائد بتاعتنا هو الكتاب المقدس. فالنصوص كثيرة جدا اللي بتتكلم عن هذا الأمر، أن الله واحد ولكن مثلث الأقانيم. وحدانية الله دي ليست محل شك بالنسبة للمسيحيين، أن الله واحد. وفي نصوص كتيرة كتيرة جدا في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد تشير وتتكلم عن ذلك. هنذكر بعضها بدءا من العهد القديم. في سفر التثنية 4 يقول الرب هو الإله ليس آخر سواه. وفي تثنية 6 يقول الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه. وفي موقع آخر في التثنية برضو يقول الرب إلهنا رب واحد. وآية أخرى ده كله في التثنية في إصحاحات وآيات مختلفة،
الرب وحده وليس معه إله. أنا هو وليس إله معي، لأنه ليس غيرك. ده في صمويل، في صمويل الأول 7 برضو، وأعدوا قلوبكم للرب وأعبدوه وحده. في صمويل أيضا، لأنه من هو إله غير الرب؟ في سفر الملوك 1:8، الرب هو الله وليس آخر. ملوك 2:19، أيها الرب أنت هو الإله وحدك. ملوك 2:19، أنت الرب الإله وحدك. أخبار الأيام 1:17، يا رب ليس مثلك ولا إله غيرك. في سفر نحمية 9 يقول أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها، وجند السماء لك يسجد. في سفر طوبيا، إنك أنت الإله الواحد في الأرض. في سفر يهوديت، سجدوا لإله السماء الواحد. وفي تاني يقول أنك أنت الإله وليس آخر سواك، في يهوديت 9 برضو. سفر أيوب يقول الباسط السماوات وحده، وواحد كوننا في الرحم. طبعا المزامير فيها كتير قوي، نذكر بعضها، لأنه من هو إله غير الرب؟ مزمور 18، مزمور 81، إنك اسمك يهوى وحدك العلي، عظيم أنت يا الله وحدك. مزامير متنوعة يا أولاد. ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده. ده مزمور 148. فأسفار الحكمة، ليس إله إلا أنت. في يشوع بن صراخ، لا إله إلا أنت يا رب. أشعياء طبعا في كتير، أنت هو الإله وحدك. أنا الرب، أنا الأول والآخر، أنا هو. فأشعياء 42 يقول أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. إني أنا هو، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. آيات كتيرة يا أولاد، أنا بس بندي أمثلة. من أسفار مختلفة، حتى ملاخي اللي هو من آخر الأسفار، أليس إله واحد خلقنا؟ فدي كلها نصوص من العهد القديم تثبت إيماننا بوحدانية الله.
ليست محل شك. العهد الجديد برضو مليان. في متى، ولو انه اقتباس من العهد القديم، للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. في مرقس 2 ولوقا 5 يقول: فمن يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده؟ في مرقس 1 ولوقا 18 ومتى 19 يقول: ليس الصالح الا واحد هو الله. ان الرب الهنا هو رب واحد، ده مرقس 12 ومتى 22 ولوقا 1. وفي يوحنا 5 يقول ايه بقى؟ كيف يمكنكم ان تؤمنوا وانتم تقبلون المجد بعضكم من بعض؟ واما المجد الذي من الله الواحد وحده فلا تبتغونه. وفي يوحنا 17 يقول: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. طبعا في الرسائل كتيرة قوي، رسائل معلمنا بولس يقول: لأن الله واحد. في رومية 3: للجميع رب واحد. وهكذا بقيت الرسائل في كورنثوس وأفسس وتسالونيكي وتيموساوس، كتير كتير كتير. لأن الله واحد، واحد هو وضع الشريعة وهو الديان، دي في يعقوب الرسول. ويقول في يعقوب برضو 2 يقول: أنت تؤمن بأن الله واحد فقد أصبت، والشياطين أيضا يؤمنون ويرتعدون. وفي سفر الرؤيا يقول: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا هو الأول والآخر. الأول والآخر يعني ما فيش إيه غير وحده. هتقولوا لي: طيب حكاية وحدانية الله دي عارفينها ومتأكدين منها، لكن حكاية التثليث ديت جت فين؟ كلنا يعني نؤمن ان الله واحد، لكن اللي بيحيرنا حكاية ثلاثة وواحد دهيت، او ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة. جه في العهد القديم كلام عن الثالوث القدوس، بس بصورة مش كثيفة زي العهد الجديد، لأن كان لسه المعرفة بالله لم تنضج بعد. عارفين لما كان في المناهج يجي يعلمه، يبدأوا للأولاد الصغيرين أو لأي منهج حد بيتعلم حاجات السهلة، لما يتقنها ويفهمها كويس نبدأ نديله حاجة أصعب شوية. وده اللي قال عليها الكتاب، يقول: لأنهم أطفال لهم اللبن فقط دون طعام الكاملين. فبيحتاجوا الأطفال زي اللبن، بيبقى سهل الهضم. فالعهد القديم جاب بالرموز والأمثال عشان كان لسه مفهومهم لم ينضج بعد. يقول: إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ ولكن رغم كده
كان في إشارات للثالوث القدوس في العهد القديم من الأول خالص، من بدء الخليقة. أما جه ربنا بيتكلم عن خلقة الإنسان يقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، وفي موقع آخر لما جم الشعب بعد الطوفان حبوا يبنوا برج عالي قوي، فقال هلما ننزل ونبل للألسنتهم ونبلبل ألسنتهم. دي في تكوين 11 ويقول هوذا الإنسان قد صار كواحد منا، تكوين 3. كل ده بيتكلم بصيغة الايه؟ الجمع. ممكن البعض فيكم اللي قاعد يقول ايه يعني؟ طب ما احنا درسنا في اللغة العربية ان ممكن للتعظيم يعني يتقال بالجمع، يقول حضرتنا أمرنا نحن رأينا. ممكن واحد يقول كده على سبيل الايه؟ لما يكون شخصية عظيمة. انتوا عارفين يا اولاد كل لغة ليها ادابها، اداب اللغة. فاللغة العربية فيها هذا المبدأ ان عشان نعظم ممكن نقول ايه؟ بصيغة الجمع. لكن في اللغة العبرانية ما فيهاش الحكاية دهيت. عشان كده لما تلاقوا في الكتاب المقدس اما بيجي يتكلم على الملوك العظماء لم يستخدموا صيغة الجمع. اما نبوخذ نصر أصدر أوامر يقول مني أمر أو من قبلي صدر أمر، ما يقولش من قبلنا أو مننا. فمش موجودة صيغة الجمع دي للتعظيم في أدب اللغة القديمة اللغة العبرانية، ولكن نلاقي الصيغة دي تكررت فقط فيما يخص الله. دي حاجة، أول حاجة إنه اتكلم بصيغة الإيه؟ الجمع. يجي مثلا عن تسمية الأقانيم نفسها. في البداية خالص أما يتكلم عن الروح القدس يقول يرف على وجه المياه، ده في التكوين. فهنا ذكر روح الله نفسه انه يرف على وجه الايه؟ المياه. وهنا كانت اول اشارة للروح القدس. داود في مزمور 11 يقول قال الرب لربي، قال الرب لربي، اللي هو السؤال اللي ربنا يسوع المسيح سأله للتلاميذ، قال لهم مرة ابن من يكون المسيح؟ قالوا له ابن داود. فقال لهم طب إذا كان هو ابن داود فكيف يدعوه داود ربا
إذ يقول قال الرب لربي. سليمان في حديثه عن الأقنوم الإبن اللي هو فيه إشارة للسيد المسيح يقول إيه؟ ما هو اسمه وما اسم ابنه؟ فهنا الكلام على الثالوث اسمه واسم ايه؟ ابنه. يبقى هنا بيتكلم على الاب والابن وروح الرب يرف على وجه المياه. يبقى هنا الروح القدس. يبقى هنا في كلام عن الثالوث القدوس في العهد القديم، وان كان مش بغزارة او مش بصورة يعني فيها استفاضة، لان ما كانوش لسه يقدروا يفهموا. اما في العهد الجديد زي الواحد كده ما بيبقى الاول في ابتدائي يجي يدخل اعدادي او ثانوي بيبدا ياخد حاجات ما كانش هيقدر يفهمها لو بدينا بيها، فتلاقي من البدايه خالص شهادات كتيره عن الثالوث القدوس بصوره واضحه خالص، من اول لما الملاك بشر العذراء في آية كلنا حافظينها. أما الملاك قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هنا بيتكلم على الروح القدس وابن الله وقوة العلي اللي هو الآب. طبعا أكبر حاجة كانت شهادة قوية وبنحتفل بيها من الأعياد السيدية كان فيها تجلي للثالوث القدوس. إمتى؟ لا عايز أسمع من اللي عارف مين. قول يا ابني. الغطاء الصح. عيد الغطاس بنسميه اسم آخر، ممكن نقول عليه عيد ايه؟ الظهور الإلهي أو السيئوفانيا. ففي عيد الغطاس الابن في المية، الروح القدس على شكل حمامة، صوت الآب من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وهنا من المرات او يعني تكاد تكون المرة الاولى او الوحيدة اللي كان فيها تجسد للروح القدس او يظهر بشكل حمامة. ربنا يسوع المسيح نفسه من البداية أساس الإيمان قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. إذا احنا لما بنقول الآب والابن والروح القدس اخترعناها؟ لا، ده تعليم ربنا يسوع المسيح، مش مجرد استنتاج مننا أو ابتكار أو فلسفة. ربنا يسوع المسيح يقول في يوحنا 14 وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي. فهنا يتكلم عن الروح القدس والآب وعن نفسه يقول باسمي. في طبعا حاجة احنا بنستخدمها بصورة أساسية لغاية دلوقتي، استخدمها معلمنا بولس الرسول، بنسميها البركة الرسولية
أما قال نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، اللي هي بنقولها في القداس محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. القديس يوحنا الرسول يقول الذين يشهدون في السماء ثلاثة، الآب والكلمة اللي هو الابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة واحد. دي بعض شهادات عن الثالوث القدوس أو الثلاث أقانيم في العهد القديم والعهد الجديد. طبعا الروح القدس حصل كلام عنه كتير في أفسس 4 وفي كورنثوس في كولوسي 3 يقول روح الله القدوس. في كورنثوس الأولى أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، بيتكلم عن الروح القدس نفسه. جسدكم هو هيكل للروح القدس. يقول الله روح، فالروح القدس هو الله نفسه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإذن يا ولاد عايزين نقر حاجة، أولا أول مصدر أو المصدر الرئيسي اللي استقينا منه هذه العقيدة وهذا الإيمان بالثالوث القدوس أن الله واحد مثلث الأقانيم هو الآب والابن والروح القدس، نقول الإله الواحد آمين. استلمنا منين؟ أولا من الكتاب المقدس. تاني مصدر اتعلمنا منه هذه العقيدة واستلمناها التقليد. وطبعا تلاقوا المسيحيين شرقا وغربا يستخدموا البسملة، الكل يقول بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، والكل يرشم الصليب بسم. وأول حاجة نعلمها لأولادنا طول عمرنا وأول درس بيتعلموه يرشموا الصليب، ويرشموا الصليب وهم بيقولوا إيه؟ بسم الآب والابن والروح القدس. في بعض الطوائف تعملها بالعكس من الشمال لليمين، لكن اللي عايز أقوله المضمون المنطوق هو الآب والاب والروح القدس الله الواحد آمين، دي لا يختلف عليها أحد. التقليد أيضا تلاقي صلواتنا وألحانها، ألحان الكنيسة وصلواتها، نلاقي تتكرر حاجات كتيرة يمكن بعضكم ياخدش باله منها. يعني في كل مثلا كتير من الصلوات نقول زوك سابت ريكي ايوكي اديب، اللي هي المجد للاب والاب والروح القدس. تشوفوا بتتكرر قد ايه، بتسمعوها قد ايه. استلمنا هذه العقيدة وهذا الايمان من قوانين الكنيسة على مر العصور، أقدم حاجة من قانون الرسل لأنفسهم. كان في قبل قانون الإيمان اللي اتعمل في مجمع نقيا قانون اسمه قانون الرسل، اللي هو منه يعني مجمع نقيا خد منه. فكان يقول إيه؟ اللي هو منسوب للآباء الرسل،
أؤمن بالله العظيم الآب خالق السماوات والأرض وبيسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا الذي حبل به من الروح القدس وولد من العذراء مريم. وأؤمن بالروح القدس، ده من أيام أبائنا الرسل، جم في مجمع نقيا اللي هو كان قام بدور البطولة فيه البابا أثناسيوس الرسول وكان لسه شماس، صاغوا بقى قانون الإيمان اللي هو كان موجود في اللي هما ما عملوش قانون جديد، نفس القانون اللي موجود في الكنيسة أو الإيمان اللي موجود في الكنيسة من أيام الآباء الرسل، حددوا صياغته بصورة تفصيلية قاطعة مانعة اللي هي ما زلنا بنردده لغاية دلوقتي في كل الكنائس في كل العالم والكل حافظه، وأكيد أنتوا حافظينه طبعا، اللي هو بنبدأ فيه بنقول إيه؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة. ففي الأول بنقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب، نؤمن برب واحد يسوع المسيح، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، يعني بنسرد كل أقنوم بما يخص من حديث الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرونهم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، وهكذا. في قانون خاص بقى كان منسوب للبابا أثناسيوس وكانوا يستخدموه خصوصا يعني في المناطق التابعة لي بصفة خاصة، كان يقول ايه؟ كل من يروم ان يخلص يتحتم عليه اولا وقبل كل شيء ان يحفظ الايمان، ومن لا يحفظ باكمله ومن غير تعدي فيه يموت موتا أبديا، وهذا الإيمان هو أن نعبد إلها واحدا في ثالوث وثالوثا في وحدانية من غير اختلاط في الأقانيم ولا تقسيم في الذات، لأن أقنوم الآب هو غير أقنوم الابن وغير أقنوم الروح القدس، ولكن الآب والابن والروح القدس ليسوا إلا إلها واحدا ومجدا واحدا وعظمة أبدية واحدة. يبقى إحنا شايفين إن إحنا بنستلم هذا الإيمان أولا منين؟ من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. تاني حاجة التقليد الكنسي من أيام الآباء الرسل إلى الآن
بنستلم فيه من خلال قوانين الإيمان ومن خلال الممارسة اللي بنمارسها كل المسيحيين، بسم الله والابن والروح القدس، لا بنبدأ بيها ونختم بيها وكل حاجة. طبعا مصدر آخر هو تاريخ الكنيسة، وخصوصا لأن خلال فترة تاريخ الكنيسة قامت بدع، فكان البدع على قد ما ليها من مضار ليها فوائد، وكم من فوائدها تثبيت هذا الإيمان وشرحه. يعني قانون الإيمان بتاع نقيا كان ثمرة أو من الحاجات اللي يعني اتسببت فيها بدعة أريوس، فربنا حولها الخير إن الآباء اجتمعوا وجمعوا كل التراث اللي يخص هذا الأمر من أيام الآباء الرسل، وصاغوه بصورة محددة قاطعة مانعة يجمع عليها الكل. فأريوس أنكر أزلية الابن، عشان كده قلنا نعم نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، يعني منذ الأزل. بعد يجي واحد اسمه مقدونيوس أنكر الروح القدس أو لاهوت الروح القدس، فأضيف بقى نعم نؤمن بالروح القدس كان بيتقال، لكن ادوا شرح ليها بقى. يعني كان قانون الإيمان في نقيا يقف عند نعم نؤمن بالروح القدس، لكن في مجمع القسطنطينية أضيف عليه الشرح بتاعه بعد نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب. فالروح القدس هو ايه؟ هو الرب المحيي ومنبثق من الآب. وجابوا كلمة منبثق من الآب دي منين؟ ربنا يسوع المسيح هو اللي قالها، الذي قال للروح الذي من عند الآب ينبثق. واحد تاني جه اسمه سابليوس قال ان هو الله اكنوم واحد، بيظهر مرة على انه الاب ومرة على انه الاب ومرة على انه الروح القدس. فهنا خلط بين الجوهر والاقنوم، الله جوهر واحد لكن مثلث الاقانيم. طب كويس، يعني احنا نقدر نقول ايه؟ احنا مؤمنين ومصدقين اللي جه في الكتاب، لكن احيانا عايزين نفهم ازاي يعني او كيف. وفي البعض يقول طب هو كلمة اقنوم ديت ما جاتش في الكتاب؟ لا جت، بس ما كانش بالصورة التفصيلية اللي بنقولها دلوقتي. يعني أنا هشرح لكم يا أولاد فكرة الآب والابن والروح القدس بمعنى بسيط، وبعد كده هنطبق عليه المصطلحات اللي بتستخدمها الكنيسة. صح، الاب والابن والروح القدس دي ربنا هو اللي قالها، ربنا يسوع المسيح والكتاب المقدس نفسه قالها. العمدون باسم الاب والابن والروح القدس الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، الاب والكلمه والروح. فالاب هو دايما الاب، الروح القدس الروح، الابن ممكن يتقال عليه الابن او الكلمه، الابن او الكلمه. ايه معنى كده؟
أنا ممكن أشرحها لكم بطريقة مبسطة شوية، وإن كان أي شرح يا أولاد في التشبيه بتاعه ما بيبقاش كامل، لكن هو بيبقى شرح تقريبي شوية، شرح تقريبي شوية. الآباء زمان شبهوا الثالوث القدوس واللي هم جوهر واحد بالشمس. الشمس يتولد منها نور، لكن النور اللي بيتولد منها ده منفصل عنها، ده كلها متوهجة. وينبثق منها حرارة. هل حد يقدر يفصل الشمس عن نورها عن حرارتها، ولا التلاتة ذات واحد؟ والتلاتة ممكن نقول عليهم الشمس. يعني لما يكون في يوم شتاء كده والجو برد لكن الشمس طالعة، في واحد يقول لك يلا تعالى نقعد في الشمس شوية، نقعد في الشمس ايه شوية. طب احنا هنقعد في قرص الشمس يعني؟ لا، يعني في ضوء الشمس نستمتع بنورها بأشعتها ودفئها. لكن الشمس بنورها وحرارتها كيان واحد، لكن يتقال على الحرارة منبثقة من الشمس. الضوء بيتولد منين؟ من الشمس. في شرح آخر كنت اتعلمته وفهمته وفي نفس الوقت قدرت اشرح بيه لبعض الاشخاص اللي هم ممكن يكون ما عندهمش معرفة بالكتاب المقدس او لا يؤمنوا به يعني قوي. مرة انسان محترم كويس وكنت في الدير، فكنت بشرح، كنت عينوني فترة أشرح لضيوف الدير معالم الدير. الضيوف دول كانوا يجوا من كل العالم ومن كل الأديان من كل الجنسيات، فكان الواحد بيقابل بقى الدنيا كلها من الشرق ومن الغرب وكل اللغات. فمرة واحد جه سألني سؤال، قال لي أنا بيحيرني حاجة، أنتوا بتقولوا بنؤمن بإله واحد، وبعدين ألاقيكوا بتقولوا الآب والابن والروح القدس، أنتوا بتؤمنوا بواحد ولا بتلاتة؟ بتؤمنوا بواحد ولا بتلاتة؟ قلت له لا، احنا بنؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم. ايه حكاية الأقانيم دهيت؟ قلت له الأقانيم دي هي برهان وحدانية الله. قال لي ازاي؟ قلت له عشان انا اقول انا بؤمن بإله واحد ازاي اثبت ان الله واحد؟ ما في ناس كتير بتدعي في آلهة، كل واحد ممكن يختار حاجة ويقول دي الإله بتاعه. ازاي يكون الله واحد؟ عشان يبقى واحد لابد ان يكون له صفات شخصية ذاتية
لا يتصف بها أحد غيره على الإطلاق، صح؟ وإلا ما يبقاش واحد. قال لي صح. قلت له أول حاجة عشان أقول الله واحد لازم يكون هو أصل نفسه، محدش أوجده، هو أصل ذاته، بل بالعكس هو أصل الوجود كله. قال لي مظبوط. قلت له أهي الصفة دي، الصفة الشخصية فالله ده هي احنا بنقول عليها الآب، زي في لغتنا العادية الأب والابن، يعني الأب بيبقى أصل الابن، لكن ده الآب، يعني هو أصل ذاته وأصل الوجود كله، وإلا ما يبقاش الله. قال لي مظبوط. قلت له طب عشان أقول الله واحد، طب ده فيه كائنات عاقلة زي الإنسان والملائكة، لكن في حيوانات في الكون، وفي جماد، وكل الإنسان ما بيكون في عقل بنقول ده حاجة أرقى، النبات أرقى من الجماد، والحيوان أرقى، والإنسان أرقى وأرقى، وهكذا. فإذا كان في بعض المخلوقات عاقلة وبعضهم ذو عقلية كبيرة، نقول ده فلان ده عقله كبير قوي، لما يكون إنسان ذكي ده مخه كبير. طب يا ترى الله عاقل ولا مش عاقل؟ قال لا، لابد ان يكون عاقل. عقله قد ايه؟ لا ده هو العقل الاعظم، هو العقل الايه؟ الاعظم، من غير ما يكون الله هو العقل الاعظم في الوجود ما يبقاش الله، صح؟ قال لي صح. قلت له عشان كده بنقول على العقل نقول عليه اللوغوس. اللوغوس يعني كلمة العقل الناطق أو نطق الله العاقل أو الابن، باعتبار أن الكلمة بتولد منين؟ من العقل. يقول بنت شفا، ما نقول الواحد يخرج كلماته يعني، أو بيتولد من الذات الإلهية بدون أن يكون الله هو العقل الأعظم، أن هو اللوغوس أو هو الابن، ما أقدرش أقول الله واحد. طيب ده في كائنات حية وبتتحرك فيها حياة، هل يعقل أن الله جماد؟ لا طبعا، ده مش حي وبس، ده هو المحيي واهب الحياة، هو المحيي أو واهب الحياة كمان أو مصدر الحياة. قلت له هو ده اللي بنقول عليه نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي، بدون الثلاث خواص الذاتية أو الشخصية دهية ما أقدرش أقول إن الله واحد. لكن أنا لما بقول باسم الآب والابن والروح القدس بعدها روح خاتم الإله الواحد،
باسم الله الآب اللي هو أصل الوجود وأصل ذات العقل الأعظم الروح المحيي. طالما يتصف بهذه الخواص الذاتية في الحالة دي بالفم المليان أقول الإله الواحد آمين. فهمتوها يا ولاد؟ طيب ايه حكاية الأقنوم دي بقى؟ آباء الكنيسة ومعلميها لما جم يشرحوا الخواص الذاتية أو الشخصية ففي فرق بين خواص يقوم عليها كيان الكائن وبين خواص ممكن نتخيل الكائن بدونها أو الكيان بدونها. يعني الله هو الآب والابن والروح القدس لكن هو يتصف بصفات كثيرة أيضا، هو رحيم وغفور وهو الخالق وهو المعين، ده كل صفات. لكن الآب والابن والروح القدس دي صفات يقوم عليها الكيان بدونها ما يقومش. زي الإنسان مثلا كده، الإنسان يقول كائن ناطق حي، لو فقد حاجة منها ما يبقاش إنسان، لو فقد العقل يبقى زيه زي الحيوان، لو فقد الحياة يبقى كيان جامد، لو فقد الوجود نفسه ما ينفعش. يبقى دي سمات أساسية لوجود الإنسان. لكن ممكن كل إنسان يتصف إنه لطيف جميل ظريف أو العكس، ممكن يتقال كريم أو بخيل، دي كلها صفات نسبية لكن ممكن نتخيل الإنسان بدونها. لكن في حاجات مش ممكن الإنسان يبقى إنسان بدونها. أو بالنسبة لله أيضا مش ممكن الله يكون هو الله بدون هذه الخواص الذاتية أو الصفات. لكن بالنسبة لربنا مش مجرد صفة يا أولاد، لأن الله بسيط. فالله كله، الآب هو الله كله والابن هو الله كله والروح القدس هو الله كله. فكلمة أقنوم دي لفظة سريانية يقابلها في اليوناني يقول هيبوستاسيس. هيبو يعني تحت، ستاسيس قيام يعني أو ما يقوم عليه الكيان، فده بيطلق على الأقنوم. عشان كده كلمة أقنوم أو هيبوستاسيس أي ما يقوم عليه الكيان. وزي ما شرحنا إن الكيان الإلهي قائم على هذا الثالوث اللي هو الآب والابن والروح القدس، بدونه لا يكون، ما نقدرش نقول إن الله موجود أو الله واحد بمعنى صريح. في حد كان عنده سؤال ممكن نكتبه ونسأله في الآخر حاجة. حاضر. طيب هل
أما بنقول الآب والابن والروح القدس، هل في أفضلية أو أسبقية لأقنوم عن أقنوم؟ إيه رأيكم؟ في ولا مفيش؟ مفيش. ليه بقى؟ لأن الآب عمره ما هيبقى آب بدون الابن، وعمر الابن ما هيبقى ابن بدون ايه؟ آب. فهم منذ الأزل، والروح القدس كذلك. فالله واحد، كل أقنوم هو الله كله، ولكن بصفة خاصة وهي الأبوة. الابن هو الله، ولكن بصفة خاصة هي الابن المولود أو الولادة، المولود من الآب. الروح القدس هو الله كله، ولكن الروح المنبثق من الآب، لكن هو جوهر واحد. طبعا احنا بنقول الآب والابن والروح القدس حسب التسلسل اللي قاله الكتاب، لكن احيانا بيتقال في الكتاب في مرات قليلة. يعني معلمنا بولس الرسول اما جه بيقول ما قالش محبة الله الآب الأول، قال نعمة الابن الوحيد قبل محبة الله الآب. فممكن يعني ايه، سواء اتقدم كده او كده حسب سياق الكلام، التلاتة هم واحد، لا أفضلية ولا أسبقية لأقنوم على الآخر. طبعا أي عمل بيعمله الله هو عمل ثالوثي، حتى في التجسد. مين اللي ظهر في الجسد؟ يعني الله ظهر في الجسد من خلق بإيه؟ بأقنوم الابن، لكن الثالوث كان مشترك. عشان كده الملاك قال للعذراء ايه؟ الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهنا في عمل ثالوثي في كل شيء. في الخلقة، مين اللي خلق؟ نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض. يبقى مين اللي خلق؟ الآب. خلق بإيه؟ بإيه؟ بالابن، بالعقل. عشان كده يقول الكلمة كان عند الله وكان الكلام به، كان كل شيء، وبغير لم يكن شيء مما كان. إن ربنا بيخلق بعقله بحكمته. فعشان كده بنقول أقنوم الابن، الآب خلق بالابن، لأنه هو كيان واحد. زي نقول بحل المشكلة دي بعقلي، طب أنا اللي حلتها ولا عقلي؟ أما واحد يقول حل المسألة معينة، بقول حلها بعقله أو حلتها بعقلي، يبقى أنا اللي حلتها ولا عقلي اللي حلها؟ عقلي اللي حلها وأنا اللي حلتها، لأن أنا وعقلي حاجة إيه؟ جوهر واحد. ف
فأي عمل الله لأنه واحد، فواحد في ثالوث، فبيبقى عمل ثالوثي الآب بالابن في الروح القدس، حتى في التجسد زي ما بقول لكم. وحتى كلام كتير بس طبعا مش عايزين نستطرد في الأسرار وفي كل حاجة، عمل ثالوثي. يعني احنا بنتناول جسد المسيح ودمه في الأسرار مثلا، ممكن نقول يعني المسيح هو أقلوم الإب. طب مين اللي بيحول الأسرار الجسد؟ الروح القدس. فيعني ما بنقدرش، العمل واحد، أي عمل هو عمل ثالوثي، الآب يعمل بالابن في الروح القدس، والثلاثة هم إيه؟ واحد زي ما قال القديس يوحنا. طيب ليه بنقول على الابن مولود والروح القدس منبثق؟ اولا مش احنا اللي قلنا، احنا بنستخدم كلمات الايه، الوحي الالهي اللي استخدمها. الكتاب يقول الرب قال لي انت ابني وانا اليوم ولدتك. فولادة الابن من الاب ده تعبير الهي، وانبثاق الروح القدس تعبير كتابي برضو الهي. الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق، ودي حاجات احنا بنستخدمها زي ما ادينا تشبيه الشمس تولد نور وينبثق منها حرارة. يمكن الحرارة ما بنشوفهاش لكن بنحسها. فالولادة والانبساط دي تعابير كتابية واحنا بنستخدمها، لكن منطقية ومقنعة. طب يعني ايه اللي بناخد، البركة اللي بناخدها من هذا الفكر ومن هذا الايمان؟ نؤمن بالثالوث القدوس، بركات كتيرة. ده كل البركات بناخدها من خلال الثالوث القدوس. ده يكفي نفهم البركة اللي دايما بتتقال في الكنيسة، اللي بنبدأ بيها وبنختم بيها كل صلاة. يعني في آخر صلاة والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. لو فهمنا معنى التعبير دوت نشوف قد إيه البركات اللي بناخدها. والمحبة الله الآب يعني إيماننا الله هو الآب، هو الأصل وهو الأب، الأب الأعظم. ونصلي نقول يا أبانا الذي في السماوات، يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالله أب بيحبني، ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. وبحبه ليا فبحكمته دبر الخلاص، زي ما بحكمته خلقني بحكمته دبر الخلاص وفداني واداني نعمة الخلاص. فأماني بالله هو الآب
وبنعمة الابن، النعم اللي ادهلنا كلها بصلبه ودمه الكريم، وشركة وموهبة وعطية الروح القدس. الروح القدس إيماني بالروح الله القدوس، لأنه بيشترك معايا. بيشترك معايا في إيه؟ عارفين إحنا بنصلي في الأواشي نقول له اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. يشترك معايا في إيه؟ في كل حاجة. ده الكتاب يقول نحن لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. هو اللي بيوجد فينا الاشتياقات للصلاة وللسماء، هو اللي بيبكت على خطية ويبكت على بر ويبكت على دينونة. تلاقي الواحد لو عمل خطية روح الله جواه يبكته. عشان كده اللي خدوا نعمة الروح القدس في المعمودية والميرون تلاقي بيبقى ليهم ضمير وطبيعة مختلفة عن اللي ما خدش النعمة دهيت. حتى لو ضعف يبقى خجلان وحاسس ان في وضع مش كويس وعمل حاجة وحشة، لكن اللي لما نالوش النعم دهيت يقول مجدهم في خزيهم. ممكن يفتخروا بحاجات هم ما عملوهاش، حتى يعتبروها مجد وفخار وعظمة وقوة، لكن روح الله القدوس اللي في الإنسان يبكته على خطيه، يخليه شعر انه مش مبسوط. يبكت على بر، تلاقيه حرك قلبه لعمل البر. وعلى دينونة، يذكره بالدينونة. فالإنسان يشعر إنه مش لوحده. يقول ما أنا ما أنا، ولكن روح الله الساكن إيه فيا. فالقديسين أحيانا ينسبوا الفضل مش لذواتهم، للروح القدس الساكن إيه فيهم. فأمنا بالثالوث القدوس، شعرنا إن به نحيا ونتحرك ونوجد. هو عامل فينا من بره ومن جوه، هو الضابط الكل، هو اللي بيبكتني، هو اللي بيدفعني للإيمان، هو اللي بيديني الثمار. عشان كده موهبة وعطية الروح القدس، هو اللي بيدي مواهب في الحكمة والمعرفة، ويعطي ثمار في المحبة والفرح والسلام وطول أناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف. الله بالنسبة لنا مش مجرد فكرة جامدة بعيدة، لا، ده الله ده في حيوية بنحيا بيه نتعامل معاه. الله المتجسد بنتناوله، بروحه القدس بيعمل فينا. أقف صليل يا الله يا أبانا الذي في السماوات، بتعامل معاه بصفته هو الآب وهو والابن والروح القدس. فدي حاجات ربنا ادهلنا، عرفنا بذاته أكتر لأنه بيحبنا أكتر. قال الذي أحب أظهر له ذاتي. ففي العهد القديم ما كناش عارفين طبيعته كويس هو إيه بالضبط. بدأ في العهد الجديد يوضح أكتر، هو الآب هو الابن هو الروح القدس، معطي البركات والخيرات، اللي بيحبنا بيبذل ذاته عنا وبيهبنا مواهب وثمار كثيرة. كل الأسرار اللي بنالها دايما من خلال عمل الثالوث القدوس، وبالتالي إيماننا بالثالوث القدوس هو إيمان حي، مش مجرد إيمان فلسفي كده بنحاول نبرهنه
ونشرحه وبس، لا ده إيمان حي بنحيا بيه. أنا حاولت بقدر الإمكان يا أولاد أبسط لكم الموضوع ونقوله بصورة مركزة مختصرة، وأتمنى أن يكون مفهوم ليكم. وطبعا في الكتاب بتجدوا شواهد وتفاصيل أكتر، لكن زي ما بقول دايما بركز على المفاهيم يكون تكون واصلة كويس بصورة مبسطة. هنكتفي بهذا القدر ونجاوب بعض الأسئلة.